سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، مساء الخير مساء الخير. مدينة بقاعة ولاية سطيف، ما أجمل الجمهور. والله عمو يزيد سعيد جدا 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 بتواجده معكم هنا اليوم في مدينة بقاعة في ولاية سطيف في هذا الحفل الجميل من تنظيم ولاية سطيف مديرية الشباب والرياضة، اللي اليوم مدير الشباب والرياضة شخصيا راهو حاضر معاكم اليوم، اعطونا تصفيق عليه. شكرا. مديرية الشباب والرياضة أبت إلا أن الحفل يكون هنا في مدينة بقاعة، وين عمو يزيد من فترة وعمو يزيد حاب يجي لهذه المدينة الجميلة. اليوم وفقنا الله أننا وفينا بالوعد ورانا هنا في هذه المدينة الجميلة في هذا الحفل من تنظيم مدير الشباب والرياضة برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. حبينا نفرحكم اليوم يا أحبائي الأطفال. أحبائي، قريتوا مليح؟ قريتوا مليح؟ إذن الدراسة والمثابرة في الدراسة مهمة جدا جدا جدا. عمو يزيد يحب الأطفال اللي يقراوا مليح، الأولياء كذلك يحبوا الأطفال اللي يقراوا مليح. يا أخي الأولياء، شكون الأولياء اللي يحبوا أولادهم يقراوا مليح؟ رفضوا يديهم. جميل 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 جميل. أطفالنا أطفالنا ربي يوفقهم إن شاء الله. واش رأيكم يا أحبائي قبل ما نروحوا الفقرة الأخرى نغنوا الأغنية اللي دارها عمو يزيد، أغنية العطلة. هذه الأغنية درتها احتفالا بالعطلة. تعالي تعالي ميليسا، تعالي ميليسا، راح تقولنا واش يقولوا في أغنية العطلة، واش يقولوا فيها؟ بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. برافو. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة،
وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. تغنوا كامل معايا، وها نحن اليوم في عطلة. يلا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 شكرا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أحبائي، العطلة جميلة، ولكن كذلك المطالعة وزيارة الأقارب ومساعدة الأولياء كذلك مهمة جدا جدا جدا. واش رأيكم؟ تحبوا الأسئلة؟ راكم واجدين؟ عندي سؤال بسيط، سؤال بسيط. تحبوا سؤال صعب ولا سهل؟ سهل. إذن كم من ولاية تحد ولاية سطيف، وما هي؟ شوفي الشطرة هذيك، بعتي لها الميكرو، أعطوا الميكرو الشطرة هذيك، بعتوه لها. يلا، واسمك بنتي؟ اسمي كوثر بيرة، أدرس في السنة الثالثة ابتدائي. عدد ولايات الذي تحد الجزائر هي 48. الله يبارك. شطرة 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 بنتي، شطرة بنتي. ولكن يا الشطرة، مشي عدد الولايات الموجودة في الجزائر، عدد الولايات التي تحد، يعني الموجودة على أطراف ولاية سطيف. هي
واو شاطرة بزاف انت يا بنتي. ما هي؟ قسنطينة، ميلا، برج، جاية، جيجل، سيلا. شكون اللي قالهم لك هادو؟ بس على بالك راح كي تطلعي عند عمو يزيد هنا تعاودي تقوليهم وحدك. راكي واجدة. تعالي يلا جيبوا لنا الشطرة هذه. تعالي بنتي تعالي. إذن عدد الولايات التي تحد ولاية سطيف هي كم؟ كم؟ ستة. برافو 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 ستة. ورايحة الشطرة هذه تقول لنا الولايات هذه باش نعرفوها ونعقلوا عليها. يلا روحي بنتي. واسمك بنتي؟ اسمي كوثر بارة. كوثر اسمك شباب. وش بسنة درسي؟ أدرس السنة الثالثة ابتدائي. شو حجبتي المعدل؟ 8.75. شحال؟ 57. 8.57. الله يبارك. أعطونا تصفيق عليها، أعطونا تصفيق عليها. أولادنا ربي ينجحهم إن شاء الله. على بالي بلي الأولياء الحاجة الكبيرة، الحاجة اللي تفرحهم كاع هي كي ولادهم يجيبوا نتائج جميلة، يعني النجاح تاع ولادهم. كم من ولاية تحد ولاية سطيف؟ تحد ولاية سطيف ستة ولايات. ما هي؟ قسنطينة، باتنا، جيجل، جيجل بجاية، باتنا. معليش عاودي وراه اللي كان يقول لك وراه أولي شكون وراه وريه أولي شكون اللي كان يقول لك على الولايات هذو؟ يلا نقربوا منه باش نشوفوا واش قال لك وراه. واش قال لك دركا؟ قسنطينة، برج، جاية، جيجل، مسيلة، ميلا، ميلا، بيتنا. جميل 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 جميل. إذن أحبائي الولايات اللي تحد ولاية سطيف هي من الشمال اللي على البحر جيجل وبجاية، من جهة الغربية برج، برج باريليج ولا برج واشن؟ برج بوعريريج. بوعريريج برافو برافو برافو. من الجهة الجنوبية سيلا، بيتنا. برافو. أنا الحاجة اللي محيرتني كيفاش راهي تقدر تسمع ملهي إلا أنا، أنا مانيش نسمع ما هي سمعت كلش. الله يبارك الله يبارك. إذا كوثر بنتي أعطيني الهدية تاعها، لازم نعطوك هدية لأنك شاطرة، أعطيتينا عدد الولايات وتقراي مليح، أعطيني الهدية تاعها. إذا كوثر رامي راعي هذا البرنامج وراعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو. تقدري تبقاي معنا، شوفوا لها مكان، اقعدي معنا. إذا مليح يا أحبائي أنكم تعرفوا الجغرافيا والتاريخ تاع بلادكم الجزائر الجميلة. Thank you.
المدرسة هي أجمل مكان يكون فيها الطفل. وش رأيكم نغنوا مدرستي؟ تعرفوها؟ مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحياها مدرستي. برافو. اللي عندهم الكتب مدرستي أي صفحة؟ صفحة 31. اللي عندهم الكتب، جميل 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 جدا. إذا تغنوا معايا كامل مدرستي كم أحب مدرستي، صفحة 31. يلا. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. لكسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. لكسب العلم تتبناني، على مستقبلي ترعاني، هي بيتي الثاني، وشطر من شطر حياتي، وشطر من شطر حياتي. مدرستي اسمها
مدرستي. شكرا 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 شكرا. اسمها دوما في شفتي، أشد بها كأغنيتي، هي قصري ومملكتي. أحبائي، المدرسة مهمة جدا جدا جدا، وكذلك الرفاق. ولكن في المدرسة كاين المثابرة والجد. نغنوا أغنية الجد. هذه الأغنية نقول فيها عمو يزيد: يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. أي صفحة؟ كم؟ الجد صفحة 20. أحبائي صفحة 20 كان واحد المقطع هنا عمو يزيد يحبه بزاف. عمو يزيد يقول: راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم. أحبائي مهم جدا، راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين. يلا يا ابني شمر للجد، صفحة 20. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. شكرا شكرا شكرا. أحبائي الأطفال، فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما. يا أحبائي، اللهو واللعب، اللعب جميل، كم نحبون نلعبه. ولكن التلميذ الحادق هو اللي يعرف يقسم وقته ما بين الجد واللهو. مش شرط أنك تلعب طول السنة. وش راكي بنتي؟ واسمك؟ مروة. مروة،
مرحبا بك بنتي. تحبي عمو يزيد؟ ايه. الله يبارك. تقراي مروة؟ ايه. واش من سنة؟ خمسة. اش عجبتي معدل مروة؟ 9.09. شحال؟ 9.04. 9.04. الله يصفقوا عليها، صفقوا عليها. مروة، مروة كفيفة، ما تشوفش يعني. عمو يزيد يحب مروة، مروة تحب عمو يزيد. شوفوا مروة بالرغم أنها ما تشوفش جابت 9.04 يا أحبائي، أحبائي المثابرة. يا أخي مروة، وش هو سر النجاح؟ مثابرة. المثابرة، أنت يا طفلة مثابرة؟ إيه. ديري الواجبات في وقتها وكاع. إيه. الله يبارك، ابقي معنا، ديولها مكان جميل 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 لمروة، قعدوها معنا. أحبائي، المثابرة هي سر النجاح. معليش تقدر تلعب، تقدر، ولكن لازم تدير الواجبات في وقتها. وكي ما تديرش الواجبات واش يصرى؟ تتراكم عليك، ولما تتراكم عليك الواجبات تولي ما تحبش تروح تقرا. هذه هي. ولكن لما تقوم بالواجبات تاعك في وقتها راح تولي تحب تروح تقرا. نغنوا الاغنيه تاع تراكم الواجبات، تعرفوها؟ ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي ستعاقبني بأشد العقاب. تغنوا كامل معايا. ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني معلمتي. برافو، تغنوا كامل معايا هذه الأغنية، أغنية تراكم الواجبات، باش تردوا بالكم باش ما تتراكمش عليكم الواجبات. يلا ويلتي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني
أشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا يفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا يفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد على تقديم هذا الحفل، وأرجو أن يعود مرة أخرى. نشكرك عمي يزيد بهذه المناسبة، راك فرحت لنا الذراري كامل وراهم يحبوك بزاف. قولوا نحبوا عمي يزيد. نحبوا عمي يزيد بزاف. ميرسي. نتمنى عمو يزيد أنه يجي يزورنا مرة ثانية ونشكره بزاف. أهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم وكثر خيركم وشكرا، فرحتونا وفرحتوا الأولاد. نحبوا عمو يزيد ونشكره على هذه الحفلة. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذن أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلوا.